معنا بالاستوديو اليوم دكتور فادي معلوف، طبيب اخصائي بالامراض النفسيه والعصبيه واختصاصه اولاد ومراهقين. اهلا وسهلا فيك دكتور معلوف. اهلا فيك. يعني الاولاد والمراهقين يمكن في صعوبه باجمالا بالديتكشن تبع مشاكلهم او لا اهين لانهم حقيقيين اكثر؟ يعني الفرق بين الديتكشن للمشاكل عند الاولاد والمراهقين والبالغين بالعمر هو انه عند الاولاد والمراهقين لازم ناخذ معلومات من كذا حدا موجود بحياتهم، الاهل، الام، الاب، المدرسه، المعلمين، مرات اذا عندهم افتر سكول اكتيفيتيز كمان الاشخاص اللي عم بيهتموا فيهم بعد المدرسه، بالاضافه لانه في صعوبه انه مش حسب اعمار الاولاد بس باعمار معينه الولد ما في يقول لك انه مشكلتي 1 2 3 حاسس حالي حزين او خايف او متوتر، هذا الشيء ببين من طريق مراقبه الولد عندنا بالمكتب او بالعياده او من طريق اللعب معه. هذا هو الفرق. اذا عم نحكي عن ADHD اليوم هو موضوعنا، او هالنوع من الاضطراب يعني السلوكي اذا فينا نقول، واللي موجود بكثير من يعني مدارسنا او حتى بكثير من عيالنا. في مستويات بالADHD، في ADHD يعني على ستيج خفيف او اكثر او اقوى. يعني هي بالتحديد الADHD عاده ما بنقسم مستويات بس بنطلع على قديش هالADHD عم بتعيق الحياه الاكاديميه العائليه والاجتماعيه عند الولد، ومرات الامبيرمنت او تعويق هالحياه بنقول انه في عندنا مايلد امبيرمنت يلي هو اضطراب خفيف، مودريت متوسط وسيفير امبيرمنت. بس مثل ما قلتي هو اضطراب سلوكي موجود عند قسم كبير من الاولاد، تتراوح النسبه بين 6 و12% حسب اعمارهم، واكيد موجود عند الصبيان اكثر من موجود عند البنات. هل اسبابه جينيه وراثيه او اسبابه ظرفيه او شو اسبابه؟ ADHD من الاضطرابات العصبيه النفسيه يلي اكثر شيء اسبابها هي جينيه، يعني بقسم كثير كبير الجينز والوراثه بتلعب دور. 90 اذا عندنا فرضا توم ايدنتيكال توينز يعني الجينز تبعولهم مثل بعضهم، اذا واحد منهم عنده ADHD في احتمال 80 ل 90% انه التوين الثاني يكون عنده ADHD. هذا دليل انه عامل وراثي بيلعب دور كبير. هون بدي اقول لهم لكل الاهل انه الاهل ما بيسببوا ADHD ولا معلمات المدرسه بيسببوا ADHD، بس اكيد اذا عندنا استعداد لهذا الموضوع او الاضطراب موجود مرات بعد سلوكيات الاهل وبعد سلوكيات المدرسه بتخلي الاضطراب يبين اكثر. فاذا في ADHD نايم مش ظاهر؟ مش انه نايم بس انه بيكون العوارض منا كثير قويه مثل حدا عنده عوارض اقوى. ومرات يمكن السيطرة عليها من خلال بعض التعديلات السلوكية والدراسية. بأغلبية الحالات العلاج لازم يلعب دور. اكتشاف ADHD بعمر مبكر مفيد ولا يعني نفس العلاجات؟ امتى ما كان الاكتشاف؟ هلا الاكتشاف بعمر مبكر مفيد من ناحيه انه بنتحاشى الكومبليكيشنز، التعقيدات المفروض المعقول تصير اذا الحاله كانت ما تعالجت، لانه الولد يلي عنده ADHD اذا ما عالجناه بده يصير مع الوقت سلوكه تحصيله العلمي يتاثر، الاكاديميك بيرفورمنس بتنزل، وهيدا الشيء بده ياثر على ثقته بنفسه، سو بنصير نحس انه وعلى صورته بصير عنده صيت بالمدرسه، معلمه تخبر معلمه، وهيدا الشيء بده ياثر عليه. وفي احكام يعني خاطئة مسبقة وخاطئة، صحيح، معقول تسبب له اضطراب الاكتئاب. في كتير أبحاث بيّنت أنه ADHD ما بتتعالج مع الوقت معقول تعمل اضطراب الاكتئاب. عند المراهقين ADHD مش معالجة معقول تسبب مشكلة المخدرات، لأنه ADHD فيها أحد عوارضها هي الاندفاعية والتسرع، بقى هدول الأولاد إذا ما عالجناهم معقول يجربوا أشياء جديدة عادة غير أشخاص معقول ما يجربوها، وبس يجربوها بيعلقوا فيها أكثر. عند اليونج أدلتس الراشدين أول عمرهم ADHD منا معالجة معرضتهم يعملوا أكسيدانات سيارات وأكسيدانات أخرى كمان. لأنه امبالسيف. سو علاجها المبكر بخلينا نتحاشى كل هالكومبليكيشنز المعقول تصير من وراء الاضطراب. ليش ذكرت الاكتئاب وليه يعني بده يكون عنده اكتئاب يلي عنده ADHD؟ في يعني الولد اللي ما عنده ADHD واذا ما تعالجت بده يصير في عنده تاخر بدراسته،
وبيصير عنده صعوبة مع أصحابه، وهذا الشيء بيخلق له نوع من عدم الثقة بالنفس، بيصير يحس أنه أنا بقدر أعطي أكثر بس ما عم بقدر، وصيته أنه ما عم بقدر، وهذا الشيء بيزيد له الستريس. بداخله عارف أنه هو بقدر يعطي بس بسلوكياته ما عم يقدر يعملها. صحيح، وهيدي اكثر فرستريشن بنشوفها، ومعلمات الصف وكلهم انه طايش بيقدر يعطي اكثر، لازم يركز اكثر، بيقدر وهو بيكون حاسس انه انا مفروض اقدر اعطي اكثر بس ما نتيجه ما ببين هيدا الشيء، هذا الشيء بيخلق له فرستريشن للولد. شو هو لازم يشوفوه الاهل ويشوفوا انه هون لازم مراجعه اخصائي وممكن نكون في عنا هالمشكله؟ في مجموعتين من العوارض لازم الأهل ينتبهوا لها. أول مجموعة من العوارض هي العوارض اللي علاقة بعدم الانتباه، وهون بدي أقول للأهل أنه بدنا ناخذ عمر الولد بعين الاعتبار، يعني العوارض اللي بتنطبق على الولد عمره 3 سنين مش هي ذاتها بتنطبق على الولد عمره 9 سنين. قلة انتباه على الولد عمره 3 سنين معقول تكون طبيعية، بس الولد عمره 9 سنين قلة الانتباه للتفاصيل، يعني اللي بيعمل أخطاء طيشنة على الفحص، يلي بينسى الأس وبحط أكسان تيجو بدل أكسان غراف، فوت دو كالكول كتير، يلي بيجاوب على أول السؤال ما بيجاوب على آخره، هدول كلهم أنه عدم الانتباه للتفاصيل. الولد يلي بعض الأمات بتقلنا أنه أنا ابني بيلعب فيديو جيمز ساعتين ثلاثة أو بيحضر تلفزيون ساعتين ثلاثة، مش معقول يكون عنده مشكل بالتركيز. أنا بدي أقول لهم للأهل أنه خلينا نطلع إذا الولد بيقدر يركز لما المجهود الفكري مطلوب، يعني إذا عندنا mental effort مطلوب بيقدر يركز لفترة معينة، خاصة خلال الهومورك أو منتحاشة وما بدنا نعمل هومورك. فإذا في عندنا مجموعة العوارض اللي علاقة بالتركيز، العوارض الثانية اللي علاقة بزيادة الحركة، فرط الحركة بمعنى أن الولد ما بيقدر يقعد لما مطلوب منه يقعد مقارنة مع الولاد من عمره. يعني أكيد الولد عمره 3 سنين بيكون عم بيركض بالبيت، بس إذا ولد عمره 10 سنين عم بيعربش على خزانات المطبخ ما بيكون هيدا وقته، ما بيكون هيدا عمره، خاصة وقت الأكل إذا بيتململ بيهز كتير. طب دايما عنده هايبر أكتيفيتي الولد اللي عنده ADHD؟ هيدا الشيء بيمي يكون عنده قلة التركيز ويكون رايق. الـ ADHD من ثلاث أنواع، في عنا الـ ADHD predominantly inattentive type يلي هن الأولاد يلي عنده أكتر شيء عوارض قلة انتباه بلا عوارض فرط حركة، وفي عنا الـ ADHD predominantly hyperactive type هن الأولاد يلي عندهم حركة مفرطة، وعنا الـ combined type الأولاد عندهم اثنين. أكتر نوع اضطراب متواجد هو الـ combined type، 60-70% من الحالات هي combined type. وفي عوارض الـ impulsivity بدنا الأهل كمان ينتبهوا لها، هن ثلاثة الأولاد يلي بتقطش بالحكي، يعني بيكون بين امهم عم بيحكوا هن ما فيهم ينطروا، ما عندهم صبر كفايه. الاولاد يلي بتحكي بالصف بلا ما ترفع ايدها، بتجاوب بشكل كمان امبولسيف، واكيد امبولسيف بالسلوك بيقطع الطريق بلا ما يتطلع. نعم. وطبعا بدنا نطلع على كافه العوارض موجوده بين بعض مع بعض، يعني كل هو شيء ممكن تصير، يعني بس لما بتكون متكرره وهو هيك الطبع تبعه كل الوقت يمكن بيصير في شك. صحيح، الكي هو انه لازم تكون عم تاثر على تحصيله العلمي، علاقاته مع اهله، علاقاته مع اصحابه. طيب اجبار الولد على تغيير سلوكه، يعني قبل ما نوصل يمكن الاختصاصي اللي رح يقدر يساعدنا، اوقات الأهل بيعتبروا حاله أنه هن قادرين أنه يغيروا من سلوك الولد بأنه يعودوا على سلوك آخر، فبيصيروا يجبروه يقعد أو يجبروه يدرس أو ما بعرف يمشي القصاص لأنه بالمدرسة في شكوى عليه. هيدي شو لتأدي لشو؟ يعني الأولاد اللي عندهم هيدي الحالة الأهل لازم يعملون معاملة خاصة حتى يجبرون أو خلينا نقول يطوعوا لهم سلوكهم، يلي هي أنه لازم يكون في تحفيز إيجابي. لازم نقول للولد انه بتقعد تدرس بس بعد الدرس في عنا شيء مكافأة نطرته، وهذا الشيء ما ضروري يكون دائما مكافأة مادية، بس فيها تكون نوعا ما معنوية، في يكون عم يجمع نقط بيطلع له 3-4 نقط، ولما يجمع 10 نقط بيطلع له مكافأة كبيرة. بنفس الوقت لازم يتقسم الدرس، يعني الولد يلي عنده ADHD يمكن ما يقدر يقعد نص ساعة فرد سحبة تيخلص اكزرسيس المات، بس يمكن يقدر يقعد 10 دقائق، بقى اللي بنقول لهم انه بتقعدوا 10 دقائق بتاخذوا بريك 5 دقائق وبترجعوا بتكفوا 10 دقائق تانيين. سو هيدول التيبس لازم الاهل او يقروا عنا او يستشيروا اخصائي تيقدر ينصحهم كيف يعملوا. لازم هون قله التركيز عند الولد يقبلها تركيز كثير كبير من الاهل على هالولد اللي عرفوا كيف بيتعاملوا معه كل النهار. صحيح، يعني هيدا الشيء بيتطلب مجهود كثير كبير من الاهل،
بس بنفس الوقت اذا الحاله عولجت هيدا شيء كثير بخف من قبل الاهل، يعني مجهود وما هون المدرسه كيف لازم تتصرف ولازم تكون على علم، يعني يلي عم يتعاملوا مع هالولد على علم بمشكلته. المدرسه بتلعب دور كثير كبير هون، يعني نداء لكل مدراء المدارس والاخصائيات والاخصائيين بالمدارس، لانه بلا المدرسه فريق كثير اساسي، الولد بقضي 8 9 ساعات بالنهار بالمدرسه واقل من نصهم يمكن بالبيت هو واعي. لازم الولد بالمدرسة، نحن الإرشادات اللي بنعطيها للمعلمات هي إنه هدول الأولاد لازم يكونوا قاعدين عادة بالصفوف الأمامية بالصف، لازم إذا بتقدر المعلمة تذكر لهم اسمهم مرة مرتين أو ثلاثة خلال الساعة، لأنه بيشردوا هن وعم بياخذوا الفحوصات وعم بيعملوها، أزبط يكونوا بمكان ما في مجال لأنه يلتهوا مع غير أشخاص، إذا حدا بيقدر يقطع من المراقبين ويطلع إذا أفوا بعض الأسئلة بس يذكرهم أنه هذا السؤال أفيتوه، هذا السؤال في بارت A وبارت B لازم جاوبوا كمان على بارت B، وإذا حدا بيقدر آخر النهار يطلع على الأجندة تبعهم يتأكد أنه كتبوا كل شيء لازم يكتبوه كمان بيكون أساسي. لما بنتوجه عند اختصاصي شو كيف ببلش العلاج؟ أول ستيب هي التقييم، والتقييم هو مقابلة مع الأهل عن عوارض الولد وعن طريقة نموه والهيستوري كلها بكافة المجالات النفسية والصحية. من بعد الأهل بنقعد نحن على القليلة جلسة أو جلستين مع الولد حتى كمان لحاله ولا مع أهله؟ عادة أول المقابلة هي بتكون مع الكل مجموعين مع العائلة، وبيتفسر للعائلة إنه الأهل بدهم ينشافوا لوحدهم والولد بده ينشاف لوحده، حسب عمره للولد بأعمار الصغيرة بنلعب نحن والولد، بأعمار الأكبر بنصير بنحكي. والجزء الثالث هو ناخذ معلومات من المدرسة، بنبعت استمارات للمعلمات يعبوا لنا اياها عن سلوك الولد بقلب الصف، لانه بلا هالثلاث ستيبس رح يكون تشخيصنا ناقص. لما ينعمل التشخيص بدنا نحكي مع الاهل عن العلاجات، والعلاجات الموجوده هي من شقين، في علاجات سلوكيه وفي علاجات دوائيه، وعاده حسب عمر الولد بننصح بالعلاجات المعينه. الاولاد يلي تحت عمر السنكام تحت عمر الخمس سنين يلي بعد ما بلشوا الدوزيام، العلاجات الاساسيه هي العلاجات السلوكيه اللي حكينا عنها، ارشادات للاهل وارشادات للمدرسه، الا اذا في عندنا حالات امبلسيفيتي بتاثر على صحته للولد، يعني إذا عم يقطع الطريق كتير إذا ساعتها منفكر بالعلاجات الدوائية، أو إذا العلاجات السلوكية فشلت. بينما الأولاد من عمر الست سنين وطلوع العلاج الأساسي هو العلاج الدوائي، كل الأبحاث بيّنت أنه العلاج الدوائي بيتغلب على العلاجات السلوكية. عبارة عن شو العلاج الأبحاث؟ العلاج الدوائي هو علاج بيحفز مادة الدوبامين بالدماغ يلي هي بتتحكم بالمنطقة اللي لها علاقة بالتركيز واللي لها علاقة بالحفاظ على حركة ضمن المعقول. بس العلاجات الدوائية مرات لوحدة ما بتكفي، مشان هيك بده يجي مع علاجات سلوكية، ومرات كمان بده يجي مع بعض الاستشارات مع أخصائيات بمجال التربية الخاصة special education حتى تساعد هالولاد بالمدرسة كمان. عادة بهاللقاء بين الأخصائي وبين الولد مع أهله أو كمان بعدين بدون أهله، كيف بيكون تفاعل الولد معه؟ وهل في صراحة يعني ولد يلي عمره 5 سنين أو 10 سنين حتى ممكن أنه يعني نصارحه بمشكلته؟ أغلب الأولاد لما يعرفوا أنه مشكلتهم إلا اسم وفي غير أولاد عم بيعانوا منها بيكون هيدا ريليف لهم، كتير بيرتاحوا، لأنه كتير من المرات بيجوا لعنا من بعد ما الأهل عاطينهم كذا لقب أنه طايش وما بده ما بيدرس وإذا بده بيقدر وهو ما بده، والمعلمة عاطيتهم كذا لقب. لما يعرفوا أنه حالتهم أنه أول شيء مش بإيدهم، هيدا الشيء هن خلق معهم، أنه حالتهم في منها كتير وغير أولاد عم بعانوا منها وأنه إلا علاج، هيدا الشيء عادة بيريحهم للأولاد بكافة الأعمار. إذن لازم يكون في صراحة بهال لازم يكون في صراحة، بس ضمن أكيد ما ناخذ بعين الاعتبار نمو الفكري للولد والعمر. هلا نحن مرات بكون عندنا بعض الكتب أو بعض البروشورات اللي بنعطيها للولد يلي بتبسط الحالة أو بنخليه يقرأ عنها أو يشوف صور عنها. التين ايجر غير موضوع أو المعاملة معه بتختلف، خاصة إنه بيكون مرق يعني بفترات بالمدرسة وصار عنده هالوصمة، هون مثلا تغيير المدرسة أمر مقبول أو لا؟ لأن غير مشكلة الـ ADHD صار عنده مشكلة الإيمج تبعوله. صحيح صحيح، هذه نقطة كتير مهمة، لأن عند التين ايجر لما يجوا لعنا عادة الـ ADHD لوحدة هي مش بس الموجودة، بيكون عندنا
اشياء ثانيه ما عم تسميها كوموربيد بروبلمز، بيكون عندهم مشاكل مع اصحابهم اكثر، بيكون مشاكل مع المدرسه اكبر، وبيكون بلش يبين عوارض نفسيه اخرى لانه الاي دي اتش دي ما تعالجت. نقطه كثير مهمه عند الاسسمنت تبع تين ايجر انه عاده بنقلب الاي، يعني بنبلش مع التين ايجر بالاول مش مع الاهل، حتى نكسب فئتهم وما يحسوا انه نحن عم نصف مع فريق او اخر بقلب العائله او مع المدرسه. بقى بنكسب فئه التين ايجر بالاول وبناخذ معلومات منهم، اكيد بنطلب الاذن من الاهل، وبعدين بنحكي مع الاهل عن تفاصيل المشكله. وعاده لوحده المشكله ما بتكون هي موجوده، بقى نعالج مشاكل اخرى موجوده معها بهذا العمر. العلاج بيكون مزمن او العلاج بيخلص بوقت معين؟ في عده انواع من العلاجات، في علاجات بتتاخد لازم تتاخد بشكل يومي، في علاجات بتتاخد وبتشتغل النهار اللي بتشتغل فيه. يعني اذا اخذت الدواء اليوم الصبح هيدا النهار الدواء بيغطيني ل 10 12 ساعه، بهال 12 ساعه بكون فيهم حركتي مش زايده وتركيزي قوي. وفي علاجات لازم تتاخذ كل يوم، هيك ادويه، هيدي كأدوية. هلا الحالة بحد ذاتها عندنا الحديث 50-60% من الأشخاص بعد عمر 18 بضل عندهم العوارض، والعوارض اللي بتضل موجودة هي أكثر عوارض تركيز مش عوارض فرط حركة. وفي 50% التانيين أو 40% لعمر 18 بيكونوا تخطوا الحالة. بس اللي بدي أقول للأهل، مش كل الأشخاص يلي بقيت عندهم الحالة بيحتاجوا علاجات، لأنه في منهم بنقوا اختصاصات معينة لما يدخلوا على الجامعات ما تطلب منهم هالتركيز الكبير، ولو حتى عندنا بعض العوارض يمكن العلاج ما يكون ضروري بعد عمر 18. دكتور فادي معلوف، طبيب أخصائي أمراض نفسية وعصبية مع الأولاد والمراهقين، عملك شكرا لوجودك معنا. مرسي لكم. يا هلا مشاهدينا، وقف هلا ومنرجع.